ضبط 87 قطعة أثرية في أريحة. القبض على أشخاص مشتبه فيهم بارتكاب جريمة قتل مواطن جنوب نابلس. النيابة العامة والشرطة تباشران إجراءاتهما القانونية بوقعة وفاة مواطن يبلغ من العمر 47 عاما جنوب مدينة نابلس. القبض على مشتبه فيهم بقضايا إيذاء بالاشتراك وتهديد وإتلاف مال الغير في جنين. كشف ملابسات قضية تشهير بشركة ألبان في الخليل. الإنجاز الأسبوعي للشرطة القضائية 2830 مذكرة قضائية منجزة. 2348 عدد المنفذ بحقهم. سجلت إدارة المرور وقوع 378 حادثا نتج عنها 3 وفيات و226 إصابة. وفحصت الشرطة 13597 مركبة، تم حجز 201 مركبة. الشرطة تؤمن دخول 27657 سائحا لمحافظة بيت لحم. 41000 مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 95 مطلوبا الأسبوع الماضي.